مرحبا احبابي، اليوم بدنا نعمل مع بعض طريقه تحضير القشطه بالمكسرات والعسل. طريقه كتير سهله وطيبه ورائعه، وان شاء الله بتنال اعجابكم. بدنا نبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. اول شي بحط حليب كوب، حطيت 3 أكواب حليب بالطنجرة. هلا بحطهم على الغاز. بس سخن عنا الحليب قبل الغليان، بضيف 1/2 كوب صغير خل أبيض. بحركهم ليفرط عنا الحليب. بس فرط الحليب عن المي بهيدا الشكل. هلا منصفيهم بالمصفاي، حطن على جنب. بحط 3 أكواب حليب كوب، اثنين، ثلاثة، ملعقة طعم سكر، نشا. حطينا 2.5 ملاعق طعم نشا. هلا بحركهم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عنا الخليط وصار بهيدا القوام منطفي الغاز. هيدي القشطة اللي صفيناها بحطهم فوق هيدول الخليط اللي عملناهم، وبحركهم منيح مع بعض. بس صار عنا هيدا الخليط، هلا بحطهم بجاط. طريقة حلو كتير سهلة وسريعة، وهيدي القشطة هي ذاتها بتستعملوها لكافة أنواع الحلويات العربية. هلا بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطهم بالبراد أقل شي ساعة ليجمدوا منيح. عنا 2 ملاعق صغار سمنة، مندوب السمنة بس تدوب السمنة بقلي المكسرات فيها. بس دابت السمنة بحط الكاجو بقليهن. بس اخذ الكاجو هيدا اللون الحلو، هلا منصفيه من الزيت، عفوا منصفيه من السمنه. بالسمنه هي زيتها بحط اللوزات وبقليهم. كمان اللوز بس اخذ هيدا اللون الحلو الاشقر، هلا منصفيه من السمنه. هيدي القشطة بعد ما جمدت منيح بالبراد بدي شيلها وحطها بوعاء. بنحط مكسرات على الوجه، عنا كاجو، لوز. هيدي القشطة اللي بطيبها المكسرات اللي عليها بتجي. رح رش فستق حلبي واو، الفستق الحلبي عطى شكل عن جد كتير رائع. اخر شي على الوجه رح حط عسل. هيدا الشكل النهائي للقشطة اللي عملتها انا وياكن. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكن، وتعملوا لايك وشير للفيديو. والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.